أصيب 41 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية العجميين بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واستخدمت فيها الأسلحة النارية بينما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً داخل القرية للفصل بين أطراف المشاجرة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة للتحقيق. أسفرت الواقعة عن مصرع كل من خليل إبراهيم 35 سنة، مصطفى مسعود 40 سنة، وأحمد محمد 32 سنة، وخمسة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى. وجاء بين المصابين في الواقعة كل من محمد حسين عبد الفتاح 28 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالقدمين والساق الأيمن، ومحمود عبد الفتاح 28 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ والساعد الأيمن، وحسن عبد الفتاح محمد 26 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالجمجمة. كما أصيب في المشاجرة كل من محمد عبد الناصر عبد الفتاح 42 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ الأيمن وجرح بالرأس بطول الرأس، ومحمد عبد الفتاح محمد 56 سنة، مصاب بجروح بالظهر والفخذ الأيمن. وتبين من خلال التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضي الزراعية بين أبناء عموم من عائلة نبوي، وعلى إثر ذلك تشاجر نحو 50 شخص بالأسلحة النارية والبيضاء في معركة استمرت نحو 3 ساعات كاملة. ودفعت مديرية أمن الفيوم بقوات من الأمن المركزي للفصل بين طرفي المشاجرة، وجرى السيطرة على الموقف والتحفظ على المصابين، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة. وتبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على حد فاصل للأراضي الزراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستعان كل منهما بأشقائه وأبنائه وتبادلوا إطلاق الرصاص، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة البيضاء والشوم، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 41 آخرين.